صريح. امال يا باشا استفضل استفضل يا باشا استفضل يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فين يا باشا؟ عند جامع الحصري نفسه؟ الحصري نفسه يا اسطى. وماله يا باشا؟ حبيبي. يا الله. مؤاخذة يا باشا رد عليك. اتفضل. الو عملت ايه؟ يا نهار ابوك اسود. طب وروي عملوا فيه ايه؟ ما انا قلت لك الولا حطيت تدعي البوع غرقنا. يا عم ماشي قشطه. طب والصباع معاك ولا فين؟ ما انا كنت عارف ان انت معمول لك كمينه برنس. خلاص استناني استناني عند المطب انا هعدي اخدك. يلا سلام سلام. تعدي فين يا اسطى؟ سلام. تعدي فين يا بابا؟ لا مؤاخذه يا باشا ده صاحبي يا باشا حصلت معاه حكايه هعدي اخده في الطريق. طب تحصل معاه حكايه طب نزل لي او انت يا عم ما تنزل. يا عم انت معانا على الطريق يا باشا هوصلك. يعني على الطريق هو صاحبك؟ على الطريق يا باشا هوصلك. طب انا مش عايز اتعطل اهم حاجه يا عم. مفيش عطله ان شاء الله. انا بس حبيت اقول لك بس يا عم سيبها على الله مفيش عطله حبيبي. الله يخليك تسلم. اهم حاجه ربنا يستر. روي ده اساسا معروف. مين روي ده؟ صاحبك روي ده؟ الكلب يا باشا بتاعنا يا باشا. كلب مين؟ اهو صاحبي يا باشا روي ده معروف يا باشا. اسمه كلب المزارع. يعني انت زعلان على يا باشا؟ اسمه وحش روي. المزارع اهو روي يا باشا. مش زعلان على صاحبك؟ اركب يا حبيبي. ايه اللي حصل؟ اهم حاجه طمني على روي. طمني على روي حبيبي. روي ماله كش كده ليه؟ ايه روي انت مالك يا روي؟ هس اللكار انا هوبا نحب ان السوار انا هوبا. روي كان دكتور روي وكمل الطريق. كمل الطريق يا عم. ثواني روي كمل الطريق وسيب روي. يا عم روي بيمشي بسيستم. روي كلوده حمارة يا حق يا ابو عمو يا خال. كمل الطريق وبعد كده تكلم روي. يا عم كمل الطريق. ما تنفعلش علينا فيه. ما انا بنفعل علينا. انت ايه هو ده؟ ده ارنب. ده قول ايه ارنب؟ ايه ده الكلب روي بتاعنا يا باشا؟ ده كلب واجب. ده اللي خرجه من المعركه. ما تقولش كلب. وانت ايه اللي عمل فيك كده؟ هو انا اتلموا عليه الواد حداد. ما انا قلت لك انا قلت لك يا عاطف قلت لك يا باشا انا مؤاخذه. ممكن يا باشا هنروح اخلص انا معاهم الحكايه دي. لا تخلص. بص وصل لي. لا 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 انا مش هينفع. صلى على النبي. استنى بس. طب نزلني نزلني. تمام نزلني. هعمل هتعمل معايا ظابط. لا اعمل معاك ايه؟ انت ظابط ولا ظابط ولا ظابط؟ معلش يا باشا مش يا عم اسمعني زي ما بكلمك. يا عم نزلني هنا نزلني. ده والله ما هحلك. انت معانا انت رايح فين؟ انت معانا في الحوار يا باشا. يا عم انا مش فاضي لك. انا ورايا مشاوير. انا الساحب اللي صاحبه ايه؟ الساحب اللي صاحبه انا صاحب. انا عرفت انا لسه انا اعرفك منين انت يا عم؟ تعرفني اقسم بالله بس انت مش واخد بالك. اعرفك الساحب اللي صاحبه يا عم. بس افتح بس الباب. افتح افتح الباب. اركب بس اركب. ارجع خد مفيش ركوب. اتلموا عليا. اتلموا عليك. ما تكلمش. جابوني على الارض يا حاج. يا حاج والنبي روي طار عشان بس عمل ايه روي؟ عمل سوبر روي طار. والصلاة على النبي. الصلاة على النبي. سقف الروي. انت دخلت منين؟ طب اخش كده. انت سقف الروي. سقف الروي. خرب الروي على اثنينه. نسيبني يا ابني. نسيبني المعركه العاطف. راح سحبني كده اهو. عملها كده معايا. راح ضارب حتاته. ده صاحب حتاته. ده ضرب حد ايه؟ هو انت عامل فيك كده ليه؟ ما انا كنت لوحدي لما روي جه رد لي كرامته. يا راجل لك يا عاطف. طب نسيبني. طب ولا عاطف امرني. عمل حركه الدبل كيك. نسيبني يا عم. تروح بس اركب بس اركب. خد بقعد اهدى. طب خلاص هقول لك. انزل يا عم. نستني يا عم. عمل ايه؟ امسك عليه روح. عارف عمل ايه؟ واحده عمل واحده بادي اسلام. اوبا اديله هو بادي اسلام من بتوع روي. عارف ازاي؟ ده انا هعمل لك بادي اسلام. لا اله الا الله. يا راجل خدت ابوك انت. يخرب بيتك. اللي ابو سعيد ما يخافش واللي خلف ما مات. انا يا عم متوضي يا عم. خافش من نزل بس نزل روي. اديله روي. لا بس عايز روي. هشكه شويه. هديله روي. هشكه. لا بس بس هديله روي. هو هشكه يا عاطف. يلا ناخد مع واحد. ترمش يا عم روي على ابو روي. دور مع ابو روي. يا عم دور مع ابو زي البط. يا استغفر الله يا عم. بوز الكلب. ايوه يا عم استنى استنى يا عم. انا عم الواحد امسك روي. يلا روي بوز الكلب. لا اله الا الله محمد رسول الله. كلب مين؟ اضحك اضحك من انت. يا تسلم انت يا شحل. يا ابن السم احل. يخرب بيتكم. بيستك عليه. بيستك ياو. اوعى ترمي حاجه عشان انا عندي انا متوضي عشان انا متوضي بس. انا سوبر سوبر والله العظيم يا راجل. واحده اندر تيكر. اكمل عليك انا يا عاتل. يلا روي. اديله روي. والله العظيم يا ابن خلص عليه. شيل من الراجل.
كله كله يا شيخ يا شيخ يا استغفر الله بس بس انتوا محششين اقول لك انت شارب حاجه هوب سكينه هوب سكينه مين سكينه ده سكينه صاحب ترو انت مش فاهم استغفر الله سكينه وراي طب انا سنه نزلني انت وروح لسكينه وراي وعيال راي ما كنت شدك يا عم بدي شدك انا بكلمك شفت بقى شفت بقى انا بكلمك باحترام انا بكلمك باحترام لغايه بوز البطه يا اما يهستك عليه بوز البطه ولا خليه ياكلك خليه يهستك عليه يهستك عليه يهستك عليه بقى يا عم يهستك عليه يلا بس يهستك عليه اوعى تلمحش يهستك عليه بس عشان ايدك بوز البطه سيلفي الكلب انا بعت مع شويه حشاشين والله يا رب هسيكوا عليه طب اسمع اوعى تلمحش واعمل لي فيها دي سعيدي والدلع دي يا سعيدي يا دي على ديدي ده يا دي انت تعبان ولا يا ده انا في الاسلام في الجاي انت تعبان يا راجل انت تعبان الكلب يلا خاف منه امال ايه ده مش انا متوتر ما تقولش كلب يا الله انا متوتر ده جسد ده جسد ابعد بوس استغفر الله العظيم طب خلاص بقى انت اديله ريك على جنب يا عم اركن عنه انا مش يا عم اركن عنه ابعد عنه ابعد راي ابعد عنه ابعد هضرب والله هضرب مش هحلك انت تعبانين سيبني واد روي بقى سيب روي واد روي افتح افتح يا عم افتح خلاص يا تعبان بس انت يا عم افتح البتاع يا عم استغفر الله يا عم انت كنت نايم عليا يا عم انت تعبان بتنزل معايا انت انت هو يا عم كاميرا 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 طب نزلني بس هنا تعالى تعالى بس بس روق 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 بس اهدى 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 يا عم انت تعبان لا لا مش تعبان محدش يأثر معايا يا عم كده يا عم خلاص اهدى 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 بصي ما بتزق بعد اذنك بس بعد اذنك احنا بنصورنا صورنا كنا بنصور ده دي حلقة ده كريزي تاكسي ده تاكسي بس انا انا هشوف بتصوروني يعني ولا ايه؟ لا لا ما تصور ايه يا عم؟ ما تصور شوف 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 كل سنه وانت طيب زي يا عم هتبوسه بقى حبيبي اه طبعا بسم الله يا فندم انا لو مش فاضي افضي لك نفسي حبيب قلبي واحد حبيب ازيك عامل ايه نور الدنيا الله يخليك بس مستعجل بس عشان انت واحد رايح فين طيب رايح مشوار كده قدام اخر الشارع ده يمين اخر الشارع يمين اه عند الحصري كده عند الحصري ماشي 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 مش عادي عادي هيضايقك بس عدي اخد اخواتي من البار طب ما طب وصلني وبعد كده ابقى اخد لا على الطريق والله بنتين اخواتي غلابة اقسم بالله احترام الدنيا ادب الدنيا ابويا وامي ما تمليش غيرهم ربنا يخليهم لك يا رب يديك زي ما اداني والله الله يخليك شقه ليل نهار يا عيني الله يعينك شقه ليل نهار البنات بتشقى دلوقتي ايوه بتشتغل ما هتعمل ايه شغل ليل نهار وما يعرفوش شغل للبيت ومن البيت للشغل مش شغل للبيت ومن البيت للشغل الله يعينهم انت اخوهم كبير انا اخوهم الكبير بس سبحان الله بيتعاملوا معايا مع اني بيبي يعني بص هم اللي بيلبسوني الصبح اه يعني مخلين بالهم هم اللي بيسرحوا لي شعري اه زي ابوهم وامهم كده يعني فاهم يعني التسريحه دي مصر كلها بتعلق عليها انا الصراحه تسريحه غريبه بس لا دي جميله يعني اختي نوسه اللي عاملاها اختي نوسه اللي بتسرحها لي هي اللي بتسرحها لك اه نص مصر بتعلق على التسريحه اه والنص الثاني بيعلق نوس قصدي بيعلق على النص الثاني من التسريحه ابويا وامي قالوا لي يا سمسم اهم حاجه اخواتك البنات يا سمسم وبابي كان يتك على سمسم مش فاهم ليه بصراحه هو تقريبا كان بيحب السمسم دايما حتى في المفتقه وكده بس عادي اهم حبايبي جم نازلين من العربيه بتاعه الشيخ بتاع الدور بص اهم يا مجرمين يا عسلات بحبكم وبحبكم اخواتي الامارات حبايب قلبي سمسم حبايب قلبي حبيبي يا حبيب حبيب قلبي سمسم اخبارك ايه وحشتوني 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 سمسم اقسم بالله ادب الدنيا اخلاق الدنيا وقلت ادب الدنيا يا لهوي هزار خف الدم كل حاجه ممكن تتخيلها وممكن ما تتخيلهاش بيعملوه واكل بياكلوا شرب بيشربوا نوم بيناموا على الحيطه بيمشوا كل حاجه اه والله بالذات في النوم دي بالنام في اي حته بقول لك ايه يا سمسم عمرهم ما شافوا طول عمرهم في عربيات في عربيات طبعا طول عمرهم في عربيات ايوه طبعا قال لي يا واد يا سمسم مين ده زبون جديد ده ولا ايه يا روحي ده زبون زي السكر وزي العسل وباين عليه ما شاء الله الرجوله شكله عصب الولع وريني كده
الواد عصب اقسم بالله. ده عصب عصب يعني. المهم طمنوني عملتوا ايه امبارح؟ زفت الزفت بلا. لا بقى انا كده ممكن اقلب على الوش التاني وازعل منكم. ولا الوش التاني ولا العمالي. لا الراجل مكلمني ومفهمني ان هو اداكوا الابيج والسبيج كامل. مش بنتكلم على الابيج، احنا بنتكلم على المعامله. اه تابع. بقول لك ايه يا بيرو، بيرو انا هارش. هارش؟ اه لان انا كل حاجه اتبعتت لي صوت وصوره. حاجه اللي اتبعتت لك صوت وصوره بقى بيرو بقى كل مره بتنهدي معايا في الحساب. يا عم ما تقرب لي انا بقى، ما تقرب يا عم انت. اقرب لك ايه يعني؟ امشي شويه يا عم. ايه اللي بتعمله؟ بس يا ريت انت خليك في حالك بلا تقرب لي. ايه ده ماله؟ ايه ده ماله ده يا اختي؟ ما تفهمش. خليك قاعد على البنات يا عم، خليهم في حالهم يا عم. هم في حالهم. طب في حالهم مالهمش دعوه بيا. امال هم في حالك يا عم؟ وصلني بقى واسكت. اوف عليك. ما تهدى بقى. انا هاد. اقول لك يا سمسم. انا سمسم. ده انت طلعت سمسم من اللي هو السمسم. ابو مبارك عامل ايه؟ زي الفل. لسه واخد الحقنه. وابو عدنان؟ ابو عدنان سايبان نايم. احين نسيت اقول لك مين كلمني امبارح. مين؟ تخيلي كده. ايوه مين؟ انت يا بنت يا نوسه تعرفي مين يا نوسه؟ ابو طلال. يا بنت اللعيب. قال لي البنت نوسه وحشني وحشني. قلت له عندها اوردر مشغوله لحد الخميس الجاي، يوم الاحد اللي بعده هتبقى فاضيه. بس فاضيه ثلاث ساعات. كلمه دلوقتي. كلمه دلوقتي. نوسه يحب الخفيه. كلمه. طب استنى. ده وحشني قوي والله. لا كلمه عشان انت حبيبه قلبي. بس بقول لك ايه؟ ايه؟ المره دي مش اقل من 1000 دولار. اه امال ايه؟ طبعا. اه الله يخرب بيتك يا بعيد. انا اللي وقفت الكلام ده. ايه يا ابو طلال يا سكره؟ بقول لك ايه؟ مين معايا بقى وانت وحشها في العربيه؟ البت نوسة عايزه اتكلمك. خد يا بنت كلمها ابو طلال وادوني تاني. كلمها ابو طلال. ابو طلال لولي حبيب قلبي. ايه يعني يا جدع؟ اخبارك ايه يا واد؟ جدع شقيانين. ما انت عمال طول الطريق عمال تقول لي من ربي واخواتي وما بيطلعوش من البيت وشقيانين. احنا ولا ايه؟ وعمال تحكي. دي سجاره يمكن. انا ما بشربش سجاير. ما بشربش سجاير. ما بشربش سجاير. يا سلام. ابو طلاليلو. ايه يا حبيب؟ وايد في بعض. طب استني بس بتقول ايه؟ لا ما انت عارف انا ماليش في الخشن ابو طلال. كمان؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ عايز تغير؟ طب استنى خليك معايا. والله انت رزقك في رجليك. ثواني خليك معايا. بقول لك ايه؟ تطلع اوردر ب 1000 دولار؟ انت عبيط يا دي. اللي اسمك سمسم يا دي. انت مجنون يا دي ولا خلاص يا دي؟ يا جدع سيب يا عم. لا مش عايزهم يا اخويا. 1000 دولار. لا يا اخويا خليه لك. طب ما تطلع انت معاه يا اخويا. ما توافق. اوعى يا بنت. اوعى. انا وافق. عبيط ولا ايه؟ انا وافق. العسل وهيمسكك قوي. لا ما يمسكنيش. احترم نفسك. انا بقول لك اهو. يا عصب شكله سعيد. ما تنزلني هنا بلا عصب بلا عسل بلا بتاع. هيخلص معاك في الليل. يا لا يا لا انت احترم نفسك. خليهم لك يا قول ابو طلال. لا اخلص معاه واكلمك. اخلص معاه واكلمك. بقول لك ايه؟ اقول لك على حاجه حلوه. خد يا بيرو. أيوة. ودي لي البت الكوافيره بتاعتك. هتعمل له صنفره وتنضفه وتنضفه. لا انا انضفه قبل ما اشوفك يا عم. انا هوديه والله انضفه قبل ما اشوفك وهشوف الاشكال دي انت عملته لي. هو يا اخي شاري عينك ولا ايه؟ مش يا عيني. ادي اخواتي ومربيهم وما بيطلعوش لوحدك يا ابني. ما بيطلعوش من البيت. استنى لحظه واحده يا عم. وحدك بس كده. استنى ثواني. ما انا باصص. ما تبص يا جدع. بص عليا يا سماسيمو. ما تمدش ايدك بس بعد اذنك. شنب جاي في شنب. مالكش شنب. انت عبط وشعر السجل جاي يتنطط كويس. الصمت ده مجانين. ماشي نعمله. عمال مغربي يا ريت. ولو عملنا له باروكه كمان يا سلام. والقشف ده يتشال. عنده قشف في الحته دي. شيله هو. شيله تصدقي. اه وشعر صدره ده يتنتف شعرها. شعرها ايدك بس. يلا يا ريت. يلا يلا ما تتجنش. بس ملهاش في الطيب نصيب يا عمر. مش فاهم مصلحتك. ارميها. انت تحترم نفسك. عمر مش فاهم. انت تحترم نفسك. هتغلط اقل منك والله. تعالى لي لادك. ولا تعرف تقلب. اه يلا انت. انا لو ده بس يلا. بقول لك يلا. انت اورني. انا اورني والله. اورني ولا انت هجار؟ والله اورني. انا لا. طب اقول لك على والله حاجة. انت اورني. طب ما تحترم انت نفسك. هو اخوات اورني. بقول لك ايه؟ بقول لك انا هكذب عليك والله. هتزعل مني. مصيبه والله. هتنزل من التاكسي بمصيبه. يا لا انت كداب. يا لا انت بتحرش بيك. ايوه يا لا. صوتي يا بنت. صوتي يا بنت. بتحرش فيكي. بتحرش فيكي.
والله انت حار تيجي لابو طلال ولا تخش على الاسم؟ يلا ابو طلال اللي جابك. يلا بينا على الاسم يا حبيبي. يلا يا حبيبي الكراسي دي فيها ايه؟ ايدك يا ايدي. طب وريني الكراسي. خلاص بس وعدك بقى انت يا عم. اللي جابني معاك الله يخرب بيتك. انت اتحرش بيك يا عم ايه؟ اركن على جنب. والله انت ابويا يا بيت. يا بيت صباح الجمال عليك يا باشا. فين يا باشا؟ في المهندسين. قدام الديوان ان شاء الله. مؤاخذة يا باشا. السلام عليكم. يا باشا. في يا عاطي. مين اللي ضربك يا غالة؟ حتتة؟ طب وروي كان فين؟ يا طب وانت فين؟ طب خلاص انا هعدي اخدك بس اوعى يكون حد عامل حاجه في روي. انت اللي مت يا عم. انت في داهيه بس اهم حاجه روي. انت عارف الكلب ده انا دافع فيه شقه عمري. ده اسمه وحش. ده وحش الطريق يا ابني. انا رايح مهندسين. انا دلوقتي في اكتوبر. انت فين؟ ما انا قربت منك. يا انت عند قهوه حمو؟ طب يلا سلام يا حبيبي. سلام. ايه يا اسطى روي؟ مين وهتاخد مين وايه ده؟ لا مؤاخذة يا باشا معلش انا بس واحد صاحبنا اخده معايا في الطريق. يعني واحد صاحبك ازاي يا اسطى؟ واحد صاحبي يعني ولا ايه يا باشا؟ هو اتوبيس يا باشا. انت مش واحد مشهورك عادي. ازاي مش يعني ازاي الكلام ده؟ يا عم سيبها على الله. واخد تاكسي مش واخد عربيه مش واخد ميكروباص انا. هو سيبها على الله. الحياه حلوه. احنا واحد يعني. يا رب كل على الله. يا عم ماشي. وبعدين الواد في حكايه معايا مش عارف ايه اللي حصل. البيت عاطف. انت مشايع خالص. يا لهوي يا لهوي ايه اللي حصل له ده؟ ده ايه ده؟ انت دخلت مفرمه ياض ولا ايه؟ ياض انت دخلت مفرمه؟ طمني بس على روي. والدنيا كبيرة. ايه يا روي حبيبي؟ روي كاش. روي مين يا عم؟ انت ايه اللي حصل لك؟ العيال فين؟ انت مش هينفع الكلام ده. والعيال كانت فين؟ اصبر يا اخويا. العيال كانت فين؟ بس بتاع ايه على الصبح يا جدعان؟ انت طب ثواني يا باشا. عليا انت باشا. ايه اللي حصل معاه؟ الواد حتاتا غفلني وعلاء كومبو. انا قلت لك ما تروحش مع علاء كومبو. ما اعرفش ان الحوار. قلت لك ما تروحش مع كومبو. روح مع القطعتين بس يا باشا. انا كنت فاهم ان مفيش حاجه يا كبير. خلاص انا هتكل على الله اطلع عليهم. روي باشا انت هتيجي معانا تحل معانا الحوار ده يا باشا. جاي في اي حكايه؟ بس انا رايح شغل على الصبح ومش هينفع. معلش يا باشا انت هتيجي. اقول لهم انت الظابط خميس. انت كده على الصبح والله. اقول لهم انت الظابط خميس. خميس مين واسماعيل مين يا اسطى؟ مش هينفع. عاوز انا اروح متاخر يا حبيبي. يا عم ماشي. يا عم انت الظابط خميس. مش هينفع الكلام ده. خلاص اقول لهم الامين خميس. امين مين وبتاع مين على الصبح؟ يا عم معلش. يا عم ولا انت يابا رايح شغل يابا هتاخرنا كده يابا. مش هينفع يا عم. الشغلانه دي كلها 3 ايام تخلص وتروح الشغل. 3 ايام مين؟ 4 ايام مين يابا؟ ثلاث ايام يابا. بقول لك ايه يا عم؟ اسمع من اخوك. مش هينفع الكلام دوت يا باشا. روق على حياتك. يابا نهارك ابيض. انت بتصغر كده. يابا انت وهو. بقول لك ايه؟ خش رويهم بالواد. روي هيقوم بالواد. بقول لك ايه؟ خميس مين واسماعيل؟ خش يا روي. احنا شبرا يالا في ايه انت وهو يالا؟ روي هشك عليه. هشك مين وبتاع مين؟ اوعى هشك عليه. اطلع عليه روي. بس روي مفيش مزيد. هحرش عليك روي. حرش روي عليه. بقولك ايه؟ نزلني. بص روي يا عم. بص روي بقى. بص روي. بقولك نزلني يا عم. بوس روي. انت بتقلي عليا خميس. نزلني يالا. طوال بقولك نزلني انت وهو يالا. ولا يا عم بوس روي. يا عم خليه بوس روي. بوس روي بس. ابو روي يالا. نزلني يالا. بوس روي. بقولك اديله صورة سيلفي مع روي. صورة سيلفي. صورة سيلفي مع روي. استني يا ولد. استني يا كلب. ولاد كلب مين ده؟ روي. يعني احنا ولاد ناس يا انت ولا؟ انا عندي استعداد. يا عم انا ممكن. انت نفسك تتجوز روي. جوز روي. استني يا عم. جوز روي. استني يا عم. روي لا.
خلص بس فاسر معايا مين وبتاع مين بس ايه ده بس احنا بنصور دي حلقه احنا بنهزر معاك والله ده مقلب مزيع ولا منزاع؟ مزيع يا باشا، كل عام وانتم طيبين يا جماعه، كل عام وانتم طيبين حبيبي يا كبير.